بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم النهارده في المؤتمر الصحفي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء. والحقيقه يمكن يعني انا وجدت هذا الموضوع فرصه جيده جدا ان احنا نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار اللي شرفنا برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي له امبارح بعد اعاده تشكيل المجلس. والحقيقة هذا الاجتماع كان شديد الأهمية، والتوقيت الخاص به توقيت مناسب جدا، عشان يعني الحقيقة فخامة الرئيس الحقيقة بدأ يعني تعليق مهم جدا ان الدولة المصرية النهاردة في مرحلة فارقة، وان احنا محتاجين كلنا يعني كل الجهات اللي موجودة في الدولة تشتغل بهدف رئيسي وهو مهم، وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في المشروعات التنموية اللي الدولة المصرية بتقوم بيها. ولابد أن يكون هناك ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية اللي موجودة بهدف شيء واحد، إن احنا نسرع ونيسر من الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص إنه يتولى الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة. الحقيقة يمكن يعني أنا اللي هعرضه على حضراتكم النهاردة، احنا طبعا كان يعني بناء على توجيهات سيادة الرئيس على مدار الفترة اللي فاتت الحكومة المصرية احنا كنا شغالين على العديد من القرارات والإجراءات، وكان الحقيقة المؤتمر فرصة ان احنا اولا نستعرض ايه اللي الدولة عملته، وبالذات في اخر عام تحديدا من مايو 22 حتى الوقت الحالي، وايضا نعرض التوصيات او مقترح القرارات اللي هتخرج او خرجت بالفعل من المجلس امس. والحقيقة كانت هذه القرارات هو نتاج جهد كل زملائي من الوزراء ومن الجهات المعنية في الدولة، جهات كثيرة موجودة والسيادية في الدولة ايضا ساعدتنا في هذا الموضوع، بحيث ان احنا نخرج بمشاركة القطاع الخاص، ودي كانت بناء على الاجتماعات الكثيرة جدا اللي احنا كنا بنقوم بيها سواء انا على مستوى مجلس الوزراء او السادة الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص اللي موجودة في الدولة، جمعيات المستثمرين، الغرف، مجالس التصدير، وكنا بنستمع الى شكاويهم او التحديات اللي بيواجهوها، وبناء عليها صغنا هذه القرارات بناء على كل المدخلات اللي من كل الجهات. فاسمحوا لي كده هستعرض مع حضراتكم سريعا ايه اللي احنا توافقنا عليه، ولان سيادة الرئيس بناء على هذه القرارات اللي تم الموافقة عليها وجه الحكومة بطريقة واضحة تماما ان يتم وضع برنامج زمني وتحديد في كل قرار مين الجهة اللي هتبقى مسؤولة عن تنفيذه، وهيبقى ان شاء الله على طول في متابعة من سيادته، وان كان في التوجيه ان هيبقى في تركيز الفترة الجاية على يعني دورية انعقاد المجلس، ويمكن هيبقى يعني كان طبقا للقرار ان يبقى كل 3 اشهر بينعقد، كان توجيه سيادته لا احنا ممكن نصل ان احنا نجتمع شهريا في البداية او بالاكثر على الاكثر كل شهرين، عشان نتابع اولا تنفيذ القرارات اللي احنا بناخدها، وكمان لو في قرارات اخرى احنا شايفين انها هتبقى بتساعد في يعني زيادة جاذبية مصر للاستثمار هناخدها برضو في الاجتماعات القادمة. النقطة اللي انا عايز اقولها، وده ارجو من حضراتكم يعني انا بشرحها للمواطن المصري بطريقة بسيطة جدا، الدايجرام اللي احنا قدامنا او الرسم اللي قدامنا بيوري تطور حجم الاستثمارات اللي كانت بتقوم بيها الدولة والقطاع الخاص مع بعض اعتبارا من عام 2005 لغاية الوقت الحالي. وعايز بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا لينا كلنا كمصريين، احنا كنا في 2005 و2006 اجمالي الاستثمارات اللي بيقوم بيها القطاع الخاص والدولة مع بعض كانت 115.7 مليار جنيه. احنا السنة الجاية اللي هي 2023-2024 الاستثمارات اللي موضوعة تريليون و640. يعني كده حضراتكم تقدروا تقولوا تقريبا على مدار هذه الفترة احنا زودنا 15 ضعف الاستثمارات، وده كان لازم ناخد بالنا منه كلنا، ان الدولة المصرية بحجمها والنمو السكاني المتسارع ما كانش ينفع ان احنا نستمر بالمعدلات البسيطة للاستثمارات اللي كانت موجودة،
وإلا كان هيبقى عندنا مشاكل هائلة في كل حاجة، في البنية الأساسية وفي الخدمات وفي كل شيء إحنا محتاجينه النهاردة عشان الدولة دي تنمو. فأنا عايز أوري حضراتكم، يعني لو حضراتكم تشوفوا المنظر العام بالكيرف هنلاقي إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات ماشية بمعدلات بطيئة، وبعد كده ابتدت الرقم أو الكيرف يعلى. والرقم والكيرف ده عالي مش عشان القطاع الخاص قل، ولكن عشان الدولة ابتدت هي كمان عشان تحصل تحقق معدلات نمو صح ابتدت هي كمان تزود استثماراتها بأرقام كبيرة، لأن احنا كنا مقدرين ان القطاع الخاص في الظروف اللي مرت بها الدولة بدءا من 2011 والاضطرابات اللي كانت موجودة و2015 لما ابتدينا خطوات الإصلاح الاقتصادي وبعد كده الظروف اللي مرينا بها العالم كورونا والحرب الحالية دي من حق، يعني طبيعي جدا ان القطاع الخاص يبقى يعني متخوف في اي حتة انه يضخ استثمارات كبيرة او بسرعة عالية، وده شيء طبيعي. فكان الخيار اللي خدته الدولة في المرحلة السابقة ان هي تضخ الاستثمارات عشان تعوض التناقص اللي حصل او التباطؤ من القطاع الخاص، وتبدأ انها تزيد من فرص العمل والتشغيل اللي احنا الحمد لله قدرنا نقلل بها معدلات البطالة. لكن بقى تركيزنا النهاردة كمجلس اعلى للاستثمار وتوجيه سيادة الرئيس ازاي القطاع الخاص يزيد من استثماراته علشان يبقى قد الدولة وكمان يبقى اكتر منها. احنا حاطين مستهدف حضراتكم لا ننساه ان بعد 3 سنين يبقى نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات 60 أو 65%، وهو ده كلنا اللي نشتغل عليه. احنا عرضنا ان القطاع الخاص في مصر بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد اللي بيشتغلوا فيه وفرص العمل اللي موجودة هو بيستحوذ على نصيب الأسد، وده الطبيعي في أي دولة. احنا عندنا تقريبا 3,750,000 منشأة قطاع خاص، ده حجم قطاع خاص كمنشآت. كل 79% من إجمالي المشتغلين بيشتغلوا في القطاع الخاص. لما ببص على الناتج المحلي بتاعنا الإجمالي 75% منه بيطلع من القطاع الخاص. لكن مشكلتنا في القطاع الخاص ايه؟ ان اكتر من 50% منه قطاع غير رسمي. ان احنا 60% من القطاع الخاص والحجم المنشآت دي بتشتغل في تجارة الجملة والتجزئة، يعني في التجارة. ولكن احنا كلنا بنقول ده لازم يبقى في القطاعات الانتاجية، الصناعة والزراعة وكل الانشطة الاخرى اللي احنا بنقول عليها انتاجية. لكن المشكلة كمان التحدي ان 1% فقط من حجم هذه المنشآت بتاعت القطاع الخاص هو اللي بيصدر. معنى كده ان 99% فقط على قد السوق المحلي. ودي نقطة ان احنا ازاي نشجع القطاع الخاص انه يبقى كمان بغرض التصدير، وده هيبقى طبعا شغل المجلس الاعلى للتصدير اللي ان شاء الله برضو سيادة الرئيس يرأس اول اجتماع ليه. طب احنا كدولة في ظل هذا الكلام احنا عرضنا او بنعرض، ولازم كلنا نفتكر ان في خلال العام الماضي احنا خدنا اجراءات مهمة جدا في خلال سنة. احنا عملنا يعني اعدينا وثيقة سياسة الملكية بتاعت الدولة، وفخامة الرئيس تفضل بالتصديق عليها في اخر ديسمبر من العام الماضي، وهي دي بالنسبة لنا اللي شغالين عليها بقوة كبيرة جدا كدولة، ازاي نمكن القطاع الخاص انه يزيد من مساهماته، ودي اللي بالنسبة لنا زي ما قلنا دستور اقتصادي للدولة بنشتغل عليه. احنا الحقيقة كان توسعنا في اصدار الرخص او الرخصة الذهبية، ودي كانت مادة موجودة في قانون الاستثمار من 2017 ولم يتم تفعيلها. بدأنا نفعلها، 15 شركة تم منحهم الرخصة بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى النهاردة بندخلها. ويمكن كان أحد التوجيهات اللي هتشوفوها إن كان القرار الأول إن اللي يستمتع بالرخصة الذهبية هي فقط المشروعات الاستراتيجية أو المشروعات الكبيرة. كان أحد التوصيات إن لا نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة جدا علشان نسهل من الإجراءات. احنا كان طبعا جزء من الطلبات المهمة مع التضخم وزيادة سعر الفايدة لقطاع الصناعة والزراعة طلبوا ان يبقى في مبادرة من الدولة عشان تتحمل عنهم جزء من الفايدة. فحضراتكم تتذكروا احنا عملنا مبادرة ب 150 مليار جنيه ان يبقى الفايدة اللي يتحملها المستثمر 11% واحنا كدولة نشيل الفرق. وتكلفة هذا الموضوع، ويمكن معالي وزير المالية كان بيقول تكلفته على الدولة حوالي 16 مليار جنيه،
15 او 16 مليار عشان نتحمل فقط سعر الفايدة، فرق سعر الفايدة لهذا الموضوع. اضفنا مؤخرا قطاع السياحة، فبقى الاجمالي 160 مليار الدولة هتشيل فرق سعر الفايدة فيما ما فوق ال 11%. عفينا 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنين، او تحديدا احنا اللي قلنا احنا اللي هندفعهم كدولة عن هذه القطاعات. وحدة حل مشاكل المستثمرين اللي تم انشائها جوه مجلس الوزراء بقت بتنظر في طلبات المشاكل ونحل هذه المشاكل. يمكن تقدم الينا 1900 شكوى، حلينا او بتينا في 1400 شكوى منهم حتى هذه اللحظة. 75% من النتيجة بتاعتهم كانت لصالح المستثمر. عملنا تعديل قانون حماية المنافسة علشان نزيد من استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي اللي كان كل الجهات الدولية بتقول عليه. اطلقنا الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، وكان هناك قانون تم اعداده واقراره الخاص بالحماية الملكية الفكرية. لجنة فض المنازعات اللي هي بقى اللي المستثمرين اللي بيدخلوا في منازعة مع الدولة، تم يعني إعادة تفعيل وتنشيط هذه اللجنة برئاسة معالي وزير العدل، وشغالين بقوة على متابعة كل القرارات اللي بتصدر عشان تتنفذ على الأرض. عملنا إصلاحات جذرية كان الناس بتطالب بيها في موضوع تخصيص الأراضي الصناعية. بقينا النهاردة دخلنا موضوع إن ممكن الأرض تبقى بحق الانتفاع بجانب التملك. حطينا تسعير ثابت للأراضي الصناعية معلن بقرار من رئيس الوزراء. هيئة التنمية الصناعية بقت الجهة الوحيدة المخولة بأنها تطلع كل الموافقات للمستثمر، يعني المستثمر لما بيجي عايز يعمل أي حاجة للصناعة يروح فقط لهيئة التنمية الصناعية، وهي المسؤولة أنها تنسق مع بقية الجهات اللي موجودة في الدولة. التخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مركزية عشان أي مستثمر كبير أو مستثمر أجنبي عايز ياخد أرض تخصصه بصورة فورية. دي كلها إجراءات إحنا عملناها في خلال الفترة السابقة. قلنا في جميع الظروف تبقى 20 يوم فقط يوم عمل تطلع الرخصة. وأنا بتابع مع علي وزير الصناعة هذا الموضوع وفي تحسن كبير في هذا الكلام، وبقولها لسه ما وصلناش في أحيان للعشرين يوم، لكن الزمن قل جدا وبقى عندنا الهدف إن إحنا ننزل حتى عن العشرين يوم عمل في هذا الموضوع. آخر حاجة يمكن كانت يعني ظهرت وطلعت من يومين من خلال هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب علشان يبقى ده كمان نافذة للمصريين إن هم لو اللي عايز يستثمر وعايز يستفيد بموضوع الذهب إن هو يعني يحط فلوسه في موضوع الذهب، اتحطت آلية واضحة لهذا الموضوع وهتبدأ تفعل في خلال المرحلة القادمة. طب ايه المقترحات القرارات اللي تم اقرارها امس؟ احنا استعرضنا بناء تاني على كل اللي كان بيجينا من القطاع الخاص هو المشاكل والتحديات اللي بتواجهه فين. وجدنا ان تحديدا يعني تتبعنا مسار اي مستثمر النهاردة لما بيجي يدخل، بدءا من ان هو عايز يدخل البلد ويبدأ مشروع لغاية لما يبدأ يشغله، التحديات اللي بيواجهها فين؟ لقيناها في 4 نقاط: تأسيس الشركات، تخصيص الارض، تصريح مزاولة النشاط، وبعد كده ان هو يشغل مشروعه. والحقيقة عشان كده يعني اتحطت 22 قرار، وهم دول بقى القرارات اللي احنا بنعلنها على حضراتكم الجديدة اللي وجه سيادة الرئيس ان يتحط برنامج زمني ويبقى متعرف مين الجهة المسؤولة عن التنفيذ، ونبقى بعد هذه المدة بنتابع ونتأكد انها تنفذت. فيما يخص تأسيس الشركات ان هيتعمل تعديل للمواد لللائحة التنفيذية، ومواد موجودة تحديدا في اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار اللي من شأنها انها تساهم وتشجع التوسع في انشاء المناطق الحرة الخاصة، وايضا ان المستثمر الاجنبي يقدر ان هو يتعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة. كان هناك عوائق ان لازم نستنى لغاية لما يتعمل الشركة وتاخد الاجراءات، لا انت من الاول لحظة يقدر المستثمر الاجنبي مجرد ما بيقدم الطلب انه يبدأ يتعامل مع البنوك فورا. وحاطين زي ما حضراتكم شايفين في الجدول مين جهة التنفيذ اللي هتبقى مسؤولة عن هذا الموضوع والمدة الزمنية عشان نخلص هذا الاجراء. فهتلاقوا في كل قرار محطوط جنبه الجهة والمدة الزمنية اللي هتبقى موجودة علشان نتابع بناء عليها. القرار الثاني ان نعدل برضو نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار علشان نشجع
صناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمدخل في الانتاج انها كمان تستمتع، لو عايزة تبقى تستمتع بنظام المناطق الحرة الخاصة تتعمل. عندنا تقدمت عدد من الشركات العالمية عايزة تعمل مشروعات بتروكيماويات بس تبقى بنظام المناطق الحرة، ودي النهاردة كانت الدولة متوقفة عن هذا الموضوع وقت ما كان عندنا مشكلة في الغاز الطبيعي. احنا الحمد لله كدولة النهاردة لدينا خطة واضحة وعندنا رؤية للغاز الطبيعي، فنقدر النهاردة من خلال المجلس الاعلى للطاقة وبموافقاته ان احنا ندي موافقات لهذه المشروعات، وبالتالي برضو من حقها انها لو عايزة تعمل بغرض التصدير تعمل منطقة حرة هنبدأ نعدل هذا الموضوع. الموضوع الثالث الموافقات اللي كانت بتطلع علشان انشاء الشركات وتنفيذها، ودي كانت شكوى ان الناس بتقول عشان اخد النهاردة الموافقة من الجهات مختلفة باخد وقت شهور، فاحنا حطينا النهاردة ان الحد الاقصى عشان اخد كل الموافقات 10 ايام عمل. بمجرد ما الشركة المستثمر الاجنبي جاي او حتى المستثمر المحلي وبيقول انا عايز انشئ شركة بيبقى طبعا متطلبات معينة انه لازم يتاخد عليه موافقة ونتحرى عنه. احيانا كانت الشكاوى انها بتاخد شهور، النهاردة الحد الاقصى هو 10 ايام عمل. طب الجهة ما ردتش، الورق مستوفى وتقدم والجهة ما ردتش، يبقى هي بمثابة موافقة ضمنية، يبقى هما موافقين. الحاجة الرابعة ان يبقى هناك انشاء منصة الكترونية في هيئة الاستثمار تبقى هي اللي يعني احنا كنا كلنا بنقول قبل كده الشباك الواحد، العالم تجاوز الشباك الواحد ان بقت كل حاجة اونلاين وتبقى على الكمبيوتر، فاحنا التوجيه ان هيئة الاستثمار هتنشئ منصة الكترونية موحدة اللي هي بقى فيها تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات تبقى بتتعمل والجهات كلها مربطة فيها، بحيث ممكن ان يعني الشركات حتى تتقدم اونلاين مش لازم يجي بنفسه، لكن ممكن يقدر من خلال هذه المنصة انه يعمل كل الاجراءات. الحقيقة حطينا مجموعة فيما يخص تخصيص الاراضي، ده الشق التاني اللي كانوا بيشتكوا منه، ان الحقيقة اكدنا على ان اي عقود كانت في مراحل سابقة الدولة عملتها واقرتها يتم الالتزام بيها طالما ان المستثمر لم يخالف شروط اللي موجودة وكأن التزم بكل اللي كان موجود في هذه العقود، ونسرع بتسجيل الاراضي لهذه الشركات، لان دي كانت شكاوى ان بعضهم بيقول والله انا كان بقالي يعني 20 سنة داخل في المشروع انا اديت الالتزامات اللي عليا لكن انا بواجه صعوبة في تسجيل الارض، فتم هنا يعني التوجيه باحترام هذه العقود وتيسير اجراءات والزام الشهر العقاري بتسجيل الاراضي والعقارات لهذه المشروعات طالما ان ما فيهاش اي نوع من المخالفة. الشيء الاهم ان احنا يعني ده كان قرار ان احنا بنفتح للاجانب تملك العقارات داخل مصر. القرارات اللي كانت منظمة قبل كده كانت بتقول ان الحد الاقصى لاي اجنبي لو عايز يجي يتملك عقار في مصر حد اقصى 2 ويبقوا في مدينتين مختلفين. احنا النهاردة وده اللي هيبقى معالي وزير العدل هيشتغل عليه مع كل الجهات، احنا بنطلق ان مفيش حد يعني مفيش رقم اي النهاردة اي اجنبي عايز يجي يتملك عقارات جوه مصر زي ما هو عايز، طالما هنحط ضوابط ان هو طالما ان هو بيسدد هذه قيمة هذه العقارات وطبعا الاولوية بالعملة الحرة يبقى بنفتح ان هو عايز يتملك 5 10 20، احنا ما عندناش اي قيود في هذا الموضوع، ويبقى من حق الاجانب ان هم يتملكوا اي عدد من العقارات. الجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط ودي كانت نقطة مهمة، ان لا نقصر اصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية او الاستراتيجية، بالعكس اي مشروعات في اي انشطة احنا شايفينها ليها اهمية كدولة نبدأ نتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب. وكانت في نقطة كمان أخرى ودي مهمة، إن في شركات كثيرة قالت إن القانون بيقول إن اللي يتمتع بالرخصة الذهبية الشركات اللي تنشأ بعد قانون الاستثمار اللي هو يعني من 2017. طب في شركات قالت طب أنا منشأة قبل هذا القانون وعايز أعمل مشروع جديد افتحوا لي أنا كمان ان انا استفيد بموضوع الرخصة الذهبية، فهو ده فعلا برضو اللي وافقنا عليه ان اي شركة ايا كانت منشأة قبل القانون او بعد القانون انها تتقدم وتتمتع بموضوع الرخصة الذهبية طالما انها متوافقة مع المعايير.
النقطة الأخرى ودي كانت أثيرت كنقطة تنظيمية وكانت الحقيقة هناك شكاوى منها، إن يعني يبقى في رؤية للدولة المصرية لدراسة إن الجهات أو الكيانات اللي في الدولة المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق تبقى مستقلة عن الوزارات اللي بتقدم هذه الخدمات، بمعنى إن لما يبقى هناك جهاز تنظيمي لمرفق ما وفي الوزارة نفسها بتقدم هذه الخدمة، يبقى يعني المفروض الطبيعي ان هذا الجهاز يبقى تبعيته مختلفة عن الوزارة. فاحنا هندرس حالات كل الجهات دي بحيث يبقى ناخد الاجراء بعد كده طبقا للظروف ان ننقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء، بحيث ان الوزارة تبقى كيان لوحده والجهاز التنظيمي كيان اللي بيراقب وينظم كيان لوحده. الجزء الاخر ودي شيء مهم جدا وكان طلب للقطاع الخاص، ان يبقى في مساواة في المعاملة، ودي هنا كانت النقطة اللي اثيرت، ان هناك بعض المواد القانونية اللي كانت بتمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة عن القطاع الخاص، فدي اللي تم التوافق عليه ان يتم التعديل بحيث يبقى كل متساوي، القطاع الخاص زيه زي كل كيانات الدولة كلهم يعاملوا نفس المعاملة، ما يبقاش في معاملة تفضيلية لكيانات التابعة للدولة عن القطاع الخاص. الموضوع الاخر وده شيء مهم جدا في اطار تفعيل برنامج والاسراع ببرنامج الطروحات وبيع الاصول المملوكة للدولة، وجدنا وخلينا اقولها لحضراتكم بمنتهى الوضوح، مشكلة ان هناك كيانات كثيرة جدا مملوكة للدولة شركات واصول، بنلاقي ان الكيان ده مملوك لعشرة اتناشر جهة في الدولة، يعني ياريت ان هو مملوك لكيان واحد، ممكن الاقي شركة مشارك فيها اتناشر جهة من الدولة. عشان نقدر النهاردة نعرف نطرحها او نقدر نحطها علشان في برنامج الطروحات محتاجة يعني سلسلة من الاجراءات الروتينية والبيروقراطية بتاخد امد زمني بعيد جدا. فالتصور اللي احنا وجدناه وده اللي اقترحناه وتم الموافقة عليه، انه يطلع قانون بانشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء بيكون ليها بتجمع بيانات كل هذه الشركات وتاخد هي القرار الملزم اللي تلتزم بيه كل هذه الشركات، اللي يتم دمجه، اللي يتم تصفيته، اللي يتم بيع نصيب الدولة فيه، بحيث يبقى القرار ده ملزم وما نقعدش نلف على كل الجهات دي علشان ناخد موافقتها. فده هيبقى مشروع قانون هنتقدم بيه علشان يبقى الموضوع بصورة اسرع بكثير في خلال المرحلة الجاية. هناك اجراءات هنصر عليها بقيام وزارة المالية بنشر كل التقارير الخاصة بكل الاجراءات اللي بتقوم بيها الدولة من اجل تعزيز الحوكمة والشفافية في خلال المرحلة القادمة. تعديل نص مهم جدا ده في اجراءات التشغيل، ان المستثمر الاجنبي ان نسجله نسمح ليه ان هو يسجل في سجل المستوردين حتى وان لم يحمل الجنسية المصرية، ودي لمدة عشر سنوات. كان بيحصل ايه؟ ان لازم انا هقولها كده بمنتهى الامانة، ان عشان نسجل الشركة في سجل المستوردين ويقدر ان هو يستورد مستلزمات الانتاج بننص ان لازم الشركة تبقى وعلى الاقل 51% للمصريين، او ان الراجل يبقى يعني معاه جنسية. لا، احنا في هذه الحالة بنقول طالما الشركة انشئت في مصر حتى لو ملكيتها 100% اجانب من حقه انه يتسجل ويبدأ يستورد مستلزمات الانتاج. النقطة الاخرى ودي كانت بناء، انا بقولها لحضراتكم لان كل دي كانت بناء على مع القطاع الخاص وهو رؤيته ايه، واحنا كلنا توافقنا على هذا الكلام. مفيش اي جهة في الدولة، ودي يمكن كنا قلناها قبل كده ولكن هتصدر بقرار شامل، لا يحق لاي جهة انها تصدر اي قرارات تنظيمية تضيف اعباء او تغير من اي رسوم او مقابل خدمات يكون من شأنه انه بيزيد اعباء على المستثمر، الا انه لازم تبقى لقانون الاستثمار يرجع وياخد موافقة من هيئة الاستثمار ومن مجلس الوزراء ومن المجلس الاعلى للاستثمار اللي برئاسة فخامة الرئيس، عشان ما حدش يطلع باي قرار لوحده بيزيد اي اعباء على المستثمرين. النقطة المهمة برضو اللي كانت يعني واضحة، موضوع يتحط قرار يعني معالي وزير العدل هيعمله بقرار تنظيمي يوضح ايه هي معايير فرض مقابل التحسين، لان دي كانت شكوى من عدد من الجهات ان مفيش وضوح في تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين للخدمات،
فيعني تم التوجيه لسيادة الوزير العدل هيحط هذا الموضوع ويضع ليه ضوابط واضحة كاملة، ويبدأ هو نبقى بناء عليها تنشر لكل الناس عشان تبقى الناس كلها عارفة هذا الموضوع. الجزء الآخر، ودي كانت أيضا أحد الشكاوى، إن بيبقى هناك دايما المستثمرين بيقولوا طب أنا مفروض علي عدد من الضرائب والحاجات اللي لازم أدفعها، وفي نفس الوقت أنا ليا مستحقات عند الدولة وما خدتهاش. فتم التوافق على يعني إقرار نظام المقصة، وده بالفعل هو يعني موجود ليه ضوابط، ولكن تم التوجيه لوزارة المالية ان الكلام ده يتم تفعيله، بحيث يبقى المستثمر لو والله لو هو عليه ضرائب لكن في نفس الوقت ليه مستحقات، يبقى بتحصل مقصة والدولة تعمل هذه المقصة، يبقى اللي فاضل ليه او اللي فاضل عليه ياخده، لو عليه فاضل لسه التزامات يسددها، يبقى على قد هذا الموضوع. لان اللي كان بيحصل يتقال له ايه، لا انت عليك ضرائب ورسوم ادفعها، بيقول يا جماعه انا ليا فلوس عندكم، لا ادفع الاول وبعد كده نبقى نشوف نرجع لك فلوسك ازاي. لا، القرار اللي موجود تتعمل المقصه وبناء عليها يسدد الفرق بناء على هذا الموضوع. الموضوع الاخر، وده شيء مهم، ان معالي وزير الماليه في خلال 3 اشهر، وهو الحقيقه كلف بالفعل مكتب استشاري عالمي، يتحط وثيقة للسياسات الضريبية للدولة للخمس سنين والعشر سنين كمان قدام، لان المستثمرين بيقولوا احنا بندخل وجايين وبنفاجأ احيانا بتعديل في قوانين الضرائب، فانتوا كده احنا ما بنبقاش عارفين الرؤية ايه. فالنهاردة لا، هيبقى وثيقة تعلن في خلال 3 اشهر بتقول ادي سياسة الدولة الضريبية لخمس سنين وعشر سنين كمان، يبقى الراجل اللي بيجي ويدخل عارف كويس قوي ايه الظروف اللي هيتحرك فيها ويشتغل فيها جوه الدولة. برضو كانت نقطة مهمة انهاء تعديلات قانون تحويل الارباح ما بين الشركات القابضة والشركات التابعة ليها، ودي للقطاع الخاص. كان في شكوى ان بيحصل ازدواج في سداد الضريبة، فبالتالي هذه التعديلات بالفعل احنا عدناها، وان شاء الله هتقر في البرلمان في اقرب فرصة باذن الله. كان جزء اخر مهم في اطار التيسيرات، ان احنا بنقول ان هناك آلية، بدل ما بيبقى فيه منازعات وتروح للقضاء وبتبقى طول فترات تنازع قضائي، كان المحاكم الاقتصادية اللي هي المفروض تبقى معنية بحل المنازعات دي كلها، القانون بتاعها كان حاطط حد اقصى للمنازعة. بمعنى عشان اوضح، القانون بيقول ايه، لو في منازعة على 100,000 جنيه، لو زادت عن هذا الرقم تروح للقضاء العام، وطبعا مع الاجراءات ممكن تاخد وقت طويل، والرقم 100,000 ده لما تحط في فترة زمنية سابقة كان ممكن يبقى رقم كبير. النهاردة طبعا 100,000 دي يعني كرقم متواضع جدا، فتم التوافق ان نعدل هذا القانون عشان نشجع ان يبقى اغلب النزاعات الاقتصادية اللي ما بين المستثمرين تقر في جوه المحاكم الاقتصادية، فدي بيبقى فيها سرعة تقاضي ومرونة وتخلص الاجراءات بدل ما يبقى فيه منازعات في القضاء. ايضا كل اعمال التعويضات الخاصة بنزع الملكية لاي حاجة لعقارات او اراضي تخص المستثمرين، تبقى الدولة ملتزمة ان في خلال 3 اشهر تخلص الاجراءات وتسدد التعويضات للمستثمرين. الحقيقة برضو يعني تم التوافق على الاستعانة بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، انها هي اللي تبقى يعني نتعاقد معاها علشان تضع معانا رؤية تشاركية واستراتيجية واحدة واضحة للاستثمار في مصر وتروج لمصر في خلال الفترة الجاية. يعني دي كالتوجيه دايما من سيادة الرئيس للحكومة، نستعين بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار في مصر. فالحقيقة مؤسسة البنك الدولي واحد المؤسسات الرئيسية اللي فيها الاي اف سي هتبقى ان شاء الله نتعاقد معاها بحيث هي اللي تقوم بهذا الدور. الحقيقة ايضا تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، وبالذات للهيئة الاقتصادية لقناة السويس واي اخر مناطق اقتصادية اخرى بتنشأ، علشان نزيد من الحوافز وجاذبية هذه المناطق علشان تبقى مشجعة اكتر للاستثمار. الموضوع اللي بعده انشاء وحدة دايمة، ودي كانت نقطة مهمة وعملنا لها حقيقة اكتر من اجتماع. الشركات الناشئة او الستارت ابس الشباب بيقول النهاردة احنا تايهين مش عارفين نروح لمين علشان نخلص اجراءات المشاريع بتاعتنا، وابتدى يتقال ده يعني دول اخرى حوالينا بتجتذب الشركات المصرية والشباب. فتم هنا التوافق ان هتبقى هناك وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية كل الجهات، عشان هي دي الجهة اللي هتبقى معنية
بتلقي كل طلبات وتضع الرؤية الواضحة لموضوع الشركات الناشئة وكل الحوافز ليها، وتخلص هذا الموضوع في خلال شهر إن شاء الله.